الصوت زين، يمكم واضح؟ ماشي واضح. رمضان كريم عليكم، وإن شاء الله الكورس الأول عدى يعني بسهولة، درجاتكم نوعا ما زينة. مش كم واحد من عندكم اعترض على الدرجة، بعدين نشوف الوضعية، بس عموما درجاتكم زينة. زين، الكورس هذا إن شاء الله الجاي أسهل بهواي من الكورس الأول، حتى المواضيع اللي راح ناخذها كلش سهلة، وما راح أحاول أضغط عليكم بالمنهج. يعني راح ناخذ يعني بدل مثلا ما ناخذ 30 ورقة، لا راح ناخذ 15، حتى يعني تحاولون تقروها، وعندنا وقت طويل يعني من هنا تقريبا الشهر السابع، فأبد ما نضغط نفسنا، والمنهج أسهل بهواي من الكورس الأول. زين، في اليوم راح ناخذ موضوع يعني متأكدة عندكم يعني خلفية عنه أو معلومات، اللي هو الإسكان. أخذته بالأورال هيستولوجي الميوكوزا. احنا كدنتست ناخذ السكن بالجنرال هيستولوجي حتى يسهل لنا اوكي. هسه فتحنا التسجيل شهلاء. ماشي، ناخذ السكن بالجنرال هيستولوجي حتى يسهل لنا فهم ماشي. ناخذ معلومات عن السكن حتى يسهل لنا الاورال ميوكوزا. ليش؟ لانه الاورال ميوكوزا بالماوث تشبه السكن، ما عدا انه الفرق، واكيد ما اخذتوه بالاورال هيستولوجي، اخذتوا الفرق. من يقول لي عليه الفرق؟ أخذت الفرق بين السكن والميوكوزا بالأورال هيستولوجي لو لا؟ بعدكم نايمين؟ ها، أخذتوا لو لا زينب؟ ماشي. الأورال ميوكوزا والسكن نفس الستركتشرز، نفس الستركتشرز، ولذلك احنا ناخذ السكن حتى نفهم كأطباء أسنان من يجي نقرأ مصطلحاتنا مالت الميوكوزا بالأورال كافيتي يسهل علينا الموضوع. شنو الفرق بين السكن والميوكوزا؟ أنا قلت كستركتشرز نفس الستركتشرز، ما عدا أكو تقريبا فرقين اللي هن منو بالفهم يقول لي اياهن، يعني هيج بالفهم يقول لي اكو فرق بين السكن والميوكوزا، هنا أنا موجود هذا الشيء وهنا أنا ما موجود. ترى واضحة؟ نعم أمير، هنا أنا بالفهم أكيد هير ماكو موجود بالميوكوزا، والشيء الثاني السويت جلاند، ممكن إنه ما نلقيه، نلقي جلاند بالأورال كافيتي لكن مو غده الدهنيه اللي مثل الموجوده بالسكن. فهنا راح يسهل لنا دراسه السكن فهم الاورال كافيتي، الهيستولوجي اوف ذا اورال كافيتي.
مثل ما متوضحة هنا الـ picture اليمكم. Hair أول طبقة هنا. هنا sweet pour يعني الغدد العرقية أو فتحاتها. Epiderms والderms والsubcutaneous layers. راح ناخذ هذا الصورة بالتفصيل. فهنا عندنا نقطة التقاء أو ارتباط الإبيديرمز مع الديرمز by فد بروجكشن أو بريدج، فد جسر أو فد نتوءات. كل نتوء بالهيستولوجي شو نسميه؟ نسميه بابيلاري لايرز، على هيئة بابيلاري. هاي شوفوا وياي التأشير، هذا المتعرج، هذا يسمى بالبابيلاري لايرز. شنو يسوي هذا البابيلاري؟ هذا يربط بين طبقة الإبيديرمز هي الطبقة الخارجية والطبقة الديرمز. فهنا الصورة هاي كلش مهمة اللي عبرناها، يعني من تجون تقرون هاي المحاضرة تخلون هاي الصورة قدامكم. إذا خليتوا هاي الصورة معناها كل مش سهل. زين، كل هذا الكلام ينطبق على الصورة الأولى. Also now integument يسمى عادة منو هذا السكن بالintegument. Integument integument هنا باللاتيني معناها covering، معناها الغطاء، ماشي، or cutaneous layers. واحنا متعودين بالoral cavity نسميه cutaneous، cutaneous subcutaneous، صح ولا لا؟ ماشي. بالسكن هنا نسميه شنو؟ نسميه derms و epiderms. skin composed of مثل ما قلنا epiderms and epithelial layers of ectoderms، يعني طبقة الإبيديرمز والديرمز. ركزوا وياي، إبيديرمز والديرمز. الإبيديرمز جاية من وين؟ من الإكتوديرمز، والديرمز جاية من طبقة الميزوديرم. إحنا معدنا 3 layers، الطبقات ديرمز وإبيديرمز وإندوديرم، ماشي. فطبقة الإبيديرمز هي طبقة الإكتو الفوق الخارجية، والديرمز هي تكون الطبقة الوسطى اللي هي الميزوديرمز كونكتيف تيشو. الأول طبقة الإبيديرمز، ثاني طبقة الديرم. The junctions of the epiderms and derms irregulars، يعني نقطة ارتباط الديرمز ويا الإبيديرمز تكون irregulars بواسطة مثل ما قلت لكم projection نتوء يطلع من الديرمز يسمى بالبابيلا. شوفوا هاي بابيلا، هذا الخط المتعرج اللي قبل شوي راوتكم اياه. Interdigitations with evaginations of epiderms now، ماذا يسمى هذا؟ بالإبيديرمال ريدج، حافة طالعة من الديرم رايحة للإبيديرمز، سميت بالإبيديرمز ريدج. هي تخترق، تعمل على interdigitations and evaginations of epiderms حتى تربط بين منو؟ بين epiderms والderms. واضح؟ epiderms derivatives included، شنو يحتوي طبقة الإبيديرمز؟ تحتوي على أو hair والنير والsubcutaneous subcutaneous of sweet gland مثل ما ذكرنا قبل شوية. beneath the derms أسفلها طبقة الديرمز lie subcutaneous tissue أو hypoderms، وتكون بعدها طبقة الconnective tissue may be contained paid of adipocytes. شنو هن الأديبوسايتس؟ الخلايا الدهنية. the subcutaneous tissue bend the skin loosely to underlining tissue and correspond to the superficial fascia of gross anatomy. هذا الكلام
اللي قلنا والترتيب مالته انه بديرمز يجي بعده ديرمز اكو بروجكشن او جنكشنز بيناتهم وسميناه عن طريق بابيلا سميت بالإبيديرمز ريج. الإبيديرمز تحتوي على هير نيرز سويت جلاند هذا كله تجون تقروا على الصورة الأولى. واضح لحد هنا؟ ماشي. شنو هو الفانكشنز اوف سكين؟ اول فانكشنز للسكين هي اكيد اول فانكشنز اللي هي الحماية اكيد راح تكون البروتكتيف. ثاني فانكشنز السنسوري الاحساس. ثالثه ثيرمو ريجوليتوري اي تنظيم الحراره. سيكشوال سيجنالينج اند ميتابوليك هذا الفانكشنز مالت السكن. هذه ما تهمني. The derms, epiderms, interdigitations يسمى بمصطلح الديرماتوغلافي. Fingers print وfoot print هذا ما مطالبين به فقط مصطلحات عرفوها. نجي على كل طبقة أو layers ذكرناها نقراها بالتفصيل وشنو بيها من خلايا وكل خلية وشنو تسوي بهذه الطبقة. أول طبقة اللي هي الإبيديرم consists تحتوي على stratified squamous keratinized epithelium. ماذا تحتوي؟ على keratinocytes. الطبقة الخارجية تحتوي على الكيراتينوسايت. Three less abundant epidermis cells layers are also present. ثلاث طبقات أو حزم من الخلايا موجودة بهذه الطبقة مالت الإبيديرمز. شنو ذني الخلايا؟ أول وحدة المسؤولة على البيجمنت راح نسميها الميلانوسايتس. هذه ميلانوسايت بيجمنت بروديوسينج أي مسؤولة عن البيجمنت. أنتيجينز بريزنت لانجر هانز سيلز والمسؤولة عن الأنتيجين الموجود في الـ human body and tactile epithelial cells من المسؤول عن التكتايل اللي هي الميركل cells. إذن ذني جدا مهمات. الـ three bundles الموجودة بالإبيديرمز من الخلايا وكل خلية شنو الفانكشنز مالتها. أنا ضعوا الصورة هاي شنو توضح؟ إبيديرمز أنا ستراتم طبعا طبقات الإبيديرمز راح ناخذ ستراتم كورنيا ستراتم لوسيديوم ستراتم سباينوزيوم وستراتم بيزلز وبعدين تجي طبقة الديرم. هنا شوفوا هاي الطبقة اللي هي لونها صاير باهت مو للون الوردي. هذه ديد كيراتينوسايت يعني شنو ديد كير يعني هذه طبقة من الإبيديرمز لكن ميتة. ليفينج كيراتينوسايت شفتوا البوها خلايا وردية بها نواة واضحة. ميلانوسايت بديرمز دنتريكال سيلز بيزمنت ممبرين تكتايل سيلز سنسوري نيرفز اندينج وأيضا نيرف لازم حتى على مود السنسوري. هناك الثيك مالت الديد يتراوح بين 400 اما هنا بين 150 نانو مايكرون زين اللي هو هذه هيلثي سكن يعني او ثين سكن. شنو الطبقات الموجودة بي او ال
اللايرز الموجودة بالبيديرمز. أول لايرز بيزل لاير، أول طبقة طبقة البيزل لايرز وتسمى بالستراتم بيزل. الطبقة الثانية اللي هي السباينوس لايرز تسمى بالستراتم سباينوزيوم. ثاني الاثنين الستراتم سباينوزيوم الستراتم بيزل والستراتم سباينوزيوم يسمن بالستراتم جيرمينيتيف. جيرم كلمة جيرمينيتيف يعني جيرم يعني مؤسسات لها، هو الستراتم بيزل والستراتم سباينوزيوم. الطبقة الثالثة اللي هو الجرانيولز لايرز، بعدها الستراتم ليوسيديوم والستراتم كورنيوم. شنو ذني؟ مصطلحات لاتينية ذني لازم ينحفظن ما بيهن فهم أو شيء. بالترتيب نعم بالترتيب، ليش؟ حتى نقدر نفتهم على الرسم وما ننسى أبد، فذني أريدهن بالترتيب. يعني لو إجاكم سؤال بالامتحان MCQ الستراتم جيرمينيتيف وأجيب لكم اختيارات لازم تعرفوها اللي هي تشمل البيزل والسباينوزيوم. كل واحدة من ذي الطبقات راح نشرح عنها أيضا بالتفصيل. أول طبقة اللي هي البيزل لايرز أو الستراتم بيزل، راح نعرف هذه الطبقة شنو تحتوي. تحتوي على singles layers of basophilic columnars or cuboidal cells. شكل الخلايا هنا بالبيزل layers تكون columnars أو cuboidal. حفظ NTC mitotic activity. Keratinocytes in stratum basals contained intermediate filament about 10 nanomicron in diameters composite of keratin. إذن هذه الطبقة تحتوي، سؤال تحتوي على الكيراتين أو لا؟ نعم تحتوي على الكيراتينوسايتس خلايا الكيراتين، وتحتوي على داخلها انترميديت تحتوي على فيلمنت. فيلمنت الثيكنس مالته هذا أو الدايمترز مالته يصل إلى 10 نانومايكرون ويحتوي على الكيراتين. الطبقة الثانية، إذا الطبقة الأولى عرفنا شكل الخلايا بها كوليومينال وكيوبويدال وعرفنا تحتوي على كيراتينوسايز والدايمترز مالته نحفظه أيضا اللي هو 10 نانومايكرون وتحتوي على الكيراتين. طبقة السباينوس لايرز، السباينوس لايرز thickest epidermis layers، إذن هي الطبقة الأثخن بطبقة الإبيديرم. شنو تحتوي؟ على polyhedral أو slightly platinum cells. إذن شكل الخلايا هناك كان columnar cuboidal هنا flat. هذا central nucleus تحتوي على نواة متمركزة وتحتوي على نيوكلياي اللي هي الأصغر من النيوكليوس وتحتوي على سيتوبلازم اكتيفيتي وبي ساينثيسيس كيراتينز فيلمنت. هذا وصف للسباينوس لايرز وشنو يحتوي تحتوي. أيضا نجي دي كيراتينز فيلمنت، هذا اللي قلنا بي اللي موجود داخل هذه الطبقة فور مايكروسكوبيكالز، تحت الميكروسكوب يظهر visible bundles called على هيئة حزم تسمى بالtonofibrils. يعني لو إجاكم بالامتحان شنو هو tonofibrils؟ هي عبارة عن bundles من الكيراتين filament تحت الميكروسكوب. إذن هي حزم وين تظهر؟ بالspinous layers which covers unterminated numerous desmosomes with joined together strong to resistance friction. شنو تسوي هاي الفيلمنت؟ تعمل على الارتباط مع بعض حتى تنطينا القوة ضد الفريكشن. واضح طلاب لحد هنا؟ أنا يعني كله جاي أحكي على الكيراتين فيلمنت الموجودة بالسباينوس لايرز وشنو وظيفتها؟ شنو تسوي؟ ماشي.
epiderms of area subjected to continuous frictions and pressure مثل ما قلنا هذه الفيلمنت تعمل على تحمينا من الفريكشن وتحمينا من الضغط يعني هنا أنا يعني شلون شبهها على انه هي سولز اوف فيت شلون تحمينا من مثل الفيت شلون السول يحمينا زين has a thick stratum spinous with more abundant tonofibral on this muscle اذا كل اللي يهمني من هذا شنو هو التونوفبرلز قلنا هو عبارة عن باندلز حزم من الكيراتين فيلمنت شبه الفانكشنز مالتها تعمل على الحماية من الفريكشنز and البريجر هذا كل اللي أريده وين موجودة هاي التونوفبرل لو إجاكم بالامتحان موجودة بالسباينوس لايرز الستراتم الاسباينوس نجي على الطبقة الثالثة من الإيبيديرمز وراح شو نسميها؟ راح نسمي granulars layers stratum granulus تحتوي على 3 to 5 layers of flattened polygonal cells شكل الخلايا هنا بيها شنو؟ polygonals undergoing terminal differentiation يعني كانت الأولى اللي هي البيزل كوليومينال الثانية الاسباينوس كانت شنو؟ فلاتن وهنا تكون بوليجونال سيلز تهمني شكل الخلايا ويهمني الشيء المميز باللايرز يعني مثلا الاسباينوس كانت بيها التونوفبرال البيزل من يقول لي شنو كان الشيء المهم اللي بيها حتى اشوفكم مركزين لو لا ها من يتذكر البيزل طلاب البيزل طبقة الأولى كيراتين عافية مريم ماشي their cytoplasm is filled with integrity basophilic هنا يحتوي تحتوي على cytoplasm نوع cytoplasm هنا شنو basophilic muscle كيراتينو كيراتو هايلين هنا شو يسمى كيراتينو هاي ماشي نعيد الجرانيولز لايرز تحتوي على 3 الى 5 لايرز اوف بلاتينوم بوليجونالز اندرجوينج تيرمينال ديفرنشيشن عرفنا هنا شكل الخلايا تكون بوليجونالز السيتوبلازم يكون بيزوفيليك وهنا كتلة من الماس بيزوفيليك ماس كولد كيراتو هايلين جرانيولز شنو نوع هو السيتوبلازم بيزوفيليك شنو نوع الجرانيولز الموجودة أو شنو اسم الجرانيولز اسمه كيراتو هايلين كيراتينازيشنز تحتوي هذه الخلايا ما دام قلنا كلمة granules layers يعني موجودة الكيراتين كيراتينازايد أو كيراتينازيشنز موجودة presents membrane coated lamina granules كلها راح مدام granules معناها موجود الكيراتين ماشي epidermis barriers against loss of water from skin هنا الإبيديرمز تعمل كحاجز حتى skin ما يفقد الووترز مالته عن طريق منو؟ عن طريق غشاء ماشي؟ هذا الغشاء شنو يتسمى؟ يسمى باللاميلارز جرانيولز وين موجود؟ موجود بالجرانيولز لايرز هذه جدا مهمة شنو يسوي هذا الغشاء؟ يحمي السكن أو يعمل كحاجز للسكن حتى ما يفقد الووترز مالته مهمة زين نجي على الطبقة الرابعة اللي هي الستراتم اليوسيديم only seen in thick skin موجودة فقط بالthick skin consist of the thin translucent layers extremely flat basophilic cells
The nucleus and organs has been lost, and cytoplasm consists almost only the dense black keratinous filament. هنا تحتوي على طبقة رقيقة من الترانسليوسنس ونوع أو شكل الخلايا يكون فلات. النواة والعضيات البقية تحت lost and the cytoplasm مفقودة، بس السيتوبلازم يحتوي على الفيلمنت أو الكيراتين. Desmosomes are cells evadens between adjacent cells، وبين خلايا هذه الطبقة توجد الديسموسوم. سؤال جاكم بالامتحان، طبقة الستراتم اليوسيدنس تحتوي على الكيراتين فيلمنت، صح أو خطأ؟ أكيد راح تكون الإجابة صح. نجي على الطبقة الخامسة اللي هي الستراتم كورنيا، consists 15 to 20 layers of latent non-enucleated keratinozoic cells. إذا نوع الخلايا هنا شنو تكون؟ تكون non-enucleated keratinocytes, cytoplasm keratin cells filled with preferens filament keratin, the keratinizations, fibril and amphros, protein thick plasma membranes, is called squamous horny cornfed cells. شنو هذه ال cornfed cells؟ Continuously shed at the surface of the stratum corneum. يعني خلايا ال cornfed الموجودة بالستراتم كورنيوم، ماشي، هي الجزء المتسلط أو الجزء الرئيسي الموجود بهذه الطبقة. إذن اللي يهمني بطبقة الستراتم كورنيوم وجود خلايا الكورنفيد سيلز، واضح؟ شنو هذه الكورفيس أو الكورنفيد سيلز؟ هي خلايا فبرال and أنفروس proteins. إذن هي خلايا أنفروس بروتين thickness بلازما مبرين، تكون البلازما مبرين مالتها thick، وهذا ما يسمى بالconfit cells. إذن هي أنفروس بروتين هيك تنحفظ. شنو تسوي؟ وهي تشكل الجزء الرئيسي بطبقة الستراتم كورنيوم. كل طبقة من طبقات الإبيديرمز بدكم تطلعون الشيء المهم بها. خلصنا طبقة الإبيديرم وعرفنا اللايرز اللي بيها تقريبا خمسة. كل لايرز تحفظوا لي شكل الخلية والشيء المميز اللي بيها، حتى من يجينا اختار أو صح وخطأ ما نتلخبط أبد. طبقة الديرم اللي هي تحت طبقة الإبيديرم ومرتبطة بينها وبين الإبيديرم بواسطة بريدج جسر أو بابيلاري. هذه الطبقة من السكن is the connective tissue. هي connective tissue that supported the epidermis، تحمي طبقة الإبيديرمز اللي هي فوقها، and bend the subcutaneous tissue hypo tissue العفو hypoderm. إذن هي تعمل على support للطبقة فوقها وتربط السبكيوتينيوس تيشيو بالهايبوديرم. The thickness of derms varies according the regions of the body. يعني طبقة الديرمز تختلف من منطقة إلى أخرى داخل البدي، وعادة ما توصل الثيكنس مالتها 4 ملي meters، وعادة يكون في الباك يعني تقريبا في الظهر. The surface of the derms is very irregular، هي غير منتظمة. Papillary are more numerous in the skin is subjected to frequent pressures. هي أيضا هذه الطبقة مدام قلنا support أي تحمي من أي اختلال بالضغط عن طريق شنو، ولذلك هذه الطبقة ما تكون regulars، لازم تكون irregular. ماشي واضح؟
ليش هي الريجولرز؟ حتى تحمينا من الفريكوانس بريجر. Basement membrane is always found أكو طبقة بالديرمز تسمى بالبيزمنت ممبرين is always found between stratum basals and the papillary layers of the derm. لو نرجع للصورة حتى أراوكم إياها ولو السلايد الأول بس من الخلف حتى نفهمها زين. هذه الطبقة basement membrane شوفوا هنا احنا عندنا هذا البابيلاري صح، فالطبقة الفاصلة بين الستراتم بيزل والبابيلاري لاير هاي طبقة البابيلاري، وبين الستراتم اللي موجودة بالإبيديرمز هنا راح نلقي شيء اسمه basement membrane. إذن بين البابيلاري هاي وبين طبقة الستراتم الموجودة بالإبيديرمز واضح؟ خلينا نرجع. هنشوف شنو بيها هاي. And follow the contours, the interdigitations between these layers. The basement membrane is composed structure consists basal lamina and reticular lamina, usually seen with light microscope. Then جاي يوصل لنا فكرة إنه إحنا عرفنا junctions between the epidermis with derms هي بواسطة البابيلاري اللي هي قلنا عليها مثل الجسر الواصل بين الديرمز والإبيديرمز. بين طبقة ركزوا وياي لأن تجي صح وخطأ، بين طبقة الستراتم والبابيلاري لايرز. الستراتم موجودة وين؟ موجودة بالإبيديرمز، والبابيلاري لاير يوجد غشاء، هذا الغشاء يسمى بالبيزمنت ممبرين. شنو بي هذا البيزمنت ممبرين؟ يحتوي على البيزل لامينا ويحتوي على الريتيكولارز لامينا تحت الميكروسكوب يظهر. Derm contain two layers يحتوي على طبقتين which renders intrinsic boundaries the outermost papillary layers and deep reticular layers. شنو اسم هندني ال two layers؟ outer most papillary layers و deeper reticular layers. نجي نشوف الفرق بيناتهم. أول طبقة the thin papillary layers which constituted the major part of the dermal papillary. إذن هي الجزء الأكبر بالديرمال أو طبقة الديرم. شنو تحتوي؟ تحتوي على لوز كونكتيف تيشو. نوع الكونكتيف تيشو هنا بيها لوز which fibroblast تحتوي على خلايا الفايبروبلاست and other connective tissue cells such as mast cells macrophage. إذن تحتوي على كم خلايا؟ تحتوي على الفايبروبلاست، تحتوي على الماست سيلز والماكروفاج. Extravasated leukocytes are also seen. ممكن أني ألقي بها leukocytes from these layers encoding fibril and type 8 collagens insert into the basal lamina and bind the dermals to the epiderms. هنا أنا الفبرال يربط بين اللي هو يحتوي على نوع من الكولاجين هذا نمبر 8 ماشي يربط بين الديرم والإبادة.
اللي يهمني بالـ outermost papillary layers كم نوع من الخلايا بها؟ fibroblast, macrophage, mast cells وقد تحتوي أو توجد بالليوكوسايتس وتحتوي على الكولاجين anchoring fibril اسمه type 8 يربط بين الديرمز والإبيديرم. الطبقة الثانية اللي هو deeper reticular layers is thicker. هناك ايش قلنا؟ قلنا تكون thin. أما هنا تكون thicker composed of irregular dense connective tissue. إذن الفرق هنا شنو كانت؟ كانت loose connective tissue أما هنا dense connective tissue. انتبهوا. And has more fibers and fewer تحتوي على fiber وقليل من الخلايا عكس ديج. ديج كانت تحتوي على تقريبا 4 أنواع من الخلايا أما هذه لا. الفايبرز يكون أكثر من الخلايا الموجودة. Network of elastic fibers are also present. Providing elastic to the skins لأن الفايبرز هنا ينطي إلاستيكتي أكثر للسكنز. Space between the collagen with elastic fiber filled by proteoglycan rich dermatin sulfate. هذا شنو؟ هذا مادة تكون ما بين الكولاجين والإلاستيك فايبرز. شو اسمها؟ بروتيوغلايكان ريتش ديرماتين سولفيت. شنو تسوي هاي؟ تنطي الإلاستيكتي للسكن أكثر ولذلك وجود الفايبرز بهاي الطبقة الديبر أكثر من وجود الخلايا. وجود القليل من الخلايا بس الفايبرز هنا أكثر. واضح لهنا طلاب؟ اكو سؤال؟ راح تخلص تقريبا المحاضرة ما بقى شيء. The subcutaneous layers إذن الطبقة الأولى كانت شنو؟ الطبقة الأولى من الديرم كانت البيزمنت ممبرين وعرفنا وين موجود البيزمنت ممبرين بتوين شنو شنو؟ فرقنا بين two layers من الديرم. نجي على الطبقة الثانية بالديرم وهي السبكيوتينيوس لايرز. شنو تحتوي هاي؟ تحتوي على كونكتيف تيشو. شنو نوعها؟ نوعها لوس كونكتيف تيشو ذات بند ذا سكينز لوسلي سبجينز اورجانز ميكينج بوسبل ذا سكينز سلايدز اوفر ذم. ذا لايرز از كولد هايبوديرم او سوبرفيشال سفيسيا. شنو يسمي هاي الطبقة؟ هايبوديرم او سوبرفيشال فيسيا often contain cells. شنو تحتوي؟ تحتوي على على خلايا variant in number region in the body variant in the size according to the nutritional state extensive vascular supply وتحتوي على vasculars أي blood subcutaneous layers promote rapidly uptake insulin or drug injections into the tissue. يعني هاي شنو لما مريض الانسولين او اي injections drug اضربه وين؟ اضربه بالسبكيوتينيوس تيشو. واحنا مصطلح عام يقول لك تحت الجلد صح ولا لا؟ وين تحت الجلد؟ احنا كاطباء لازم نعرف مصطلحها الانجليزي اللي هو السبكيوتينيوس او اللاتيني سبكيوتينيوس تيشو. ليش؟ لأن هذه الطبقة بالذات تحتوي على vascular supply وهي جدا مهمة vascular supply. لذلك لما أنا أجي أضرب أي drug بهذه الطبقة لوجود vascular supply تمشي سريع بال circulated system. راح نتوقف الحد الهير ماشي وراح نكمله. لو تريدون نكمل الهير اني اشوف ما دام رمضان وكذا فشويه نقلل من
شرح المحاضرة، لأنه تقريبا إذا كملنا الهير راح 40 سلايد أو 37. زين، فأقول إن أجلة والمنهج مالتنا مو طويل. المحاضرة اللي انشرحت اليوم إن شاء الله على الأونلاين، أو ليش على الأونلاين؟ إحنا عندنا عملي يوم يا يوم عندكم عملي؟ عملي باكر يوم الاثنين، عطلة لو ثلاثة صارت. زين، إذا باكر فراح أسألكم بالمحاضرة كلها. لا باكر هستو، خلوه هستو، ما نسوي مثل الكورس الأول. يعني اليوم أخذنا هستو، باكر هستو أفضل. زين، فباعوا لي طلاب باكر أسألكم. زين، لا باكر خلوه هستو، الدنتال نشوف شلون الرتبة. باكر أسألكم بالمحاضرة هاي أورالي. زين، فأريدكم من أسد هسة فدي شوية وأقروها، يعني واضح؟ عندكم سؤال، شي استفسار؟ باكر كاظم نشوف الاعتراضات، باكر أشوف لكم الاعتراضات، أي طالب منكم معترض يجيني باكر نشوف الاعتراض، بس درجاتكم زينة، يمكن ثلاثة معترضين بس. أكو سؤال عندكم؟ سهلة، باكر أي شخص عنده اعتراض يجيني. ماشي، موفقين وشكرا جزيلا.